أهلا بكم. أعلنت وزارة النفط العراقية تحقيق أعلى إيراد مالي منذ عام 72 و900 ألف بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سوما، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون و563 ألف و999 برميلا بإيرادات بلغت أكثر من 11 مليار دولار، وهو ما يعد أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 72 و900 ألف. ومع هذه الواردات الضخمة للعراق، لكن المواطن لم يلمس أي تحسن في دخله أو في مستوى معيشته. كشفت وكالة رويترز عن ضخ منظمة أوبك 28 مليون برميل يومياً أو أكثر من ذلك في شهر أذار الماضي، بزيادة 90 ألف برميل يومياً عن شهر شباط. وذكرت الوكالة أن الكمية يقل من الزيادة المنصوص عليها في اتفاقها مع الحلفاء بما في ذلك روسيا. وبحسب مسح أجرته رويترز، فإن أعضاء أوبك العشرة يضخون أقل بكثير مما دعا إليه الاتفاق. وشهد المسح تسجيل العراق زيادة أقل بمقدار 30 ألف برميل يوميا، وهي أقل ب 14 ألف برميل يوميا للحصة المقررة له، والبالغة 44 ألف برميل يوميا في شهر أذار. أعلنت الهيئة العامة للجمارك إيقاف حاوية المخالفة للضوابط في جمرك أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة. وذكرت الهيئة أنه قد ضبطت هذه الحاوية التي يصل ارتفاعها إلى 40 قدما، تحتوي على مواد أولية كيميائية شديدة الخطورة تستخدم لصنع العوازل، وهي مخالفة ومخالفة لضوابط الاستيراد. ذكرت وكالة رويترز أن شبح الجوع يهدد ملايين السودانيين في ظل الاضطراب الاقتصادي وازدياد الأسعار وقلة المحاصيل بسبب ندرة الأمطار، هذا فضلاً عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الدعم الأجنبي. ويذكر ارتفاع مستويات الجوع التي تنبأت بها وكالة الأمم المتحدة يثير المخاوف من تزايد عدم الاستقرار في بلد يواجه صراعاً متزايداً وفقراً متصاعداً. وقد أدت تخفيضات قيمة العملة وإصلاحات الدعم إلى ازدياد الأسعار، إذ وصل التضخم إلى أكثر من 250% في العاصمة الخرطوم. ازداد كذلك سعر رغيف الخبز الصغير من جنيهين سودانيين قبل عامين إلى نحو 50 جنيها اليوم. كشف النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم جاد أوزكان عن عزم الحكومة التركية رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن الرئيس أردوغان لن يترك شعبه يسحق بالتضخم وزيادة الأسعار. وأضاف أوزكان في تصريحات أن استمرار ازدياد أسعار المواد الغذائية يعزز احتمالية رفع رواتب الحد الأدنى من الأجور مرة أخرى في أثناء العام الحالي. وتتجه الحكومة التركية إلى زيادة التدخل المباشر في الأسواق بعد ازدياد الأسعار وتراجع معروض بعض السلع وفي مقدمتها الزيت وبعض منتجات القمح، مما سبب أزمات في السوق نظراً لزيادة الإقبال على الشراء مع حلول شهر رمضان. هذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. كانت هذه أهم أخبار الاقتصاد إلى اللقاء.